في داخل الكيان الصهيوني، في داخل إسرائيل، في هجرة عكسية، في المستوطنات الناس بتهرب لأنها خايفة، لأن هو شعب جبان بطبعه، وهو بيحب الحياة وما عندوش استعداد يموت في أرض غير أرضه. مش هيموت، مش هيضحي عشان أرض مش بتاعته. هو فاهم ده كويس يعني الشعب جدا، ما فاهمين دي مش أرضه جداً جداً جداً. فمش هموت ليه؟ ما أنا أروح بلدي اللي أنا جيت منها أصلا، لأن كل واحد فيهم عنده باسبور تاني وعنده جنسية أخرى. مؤكد. فبيهربوا من المستوطنات، في هجرة عكسية. الاقتصاد في إسرائيل أكيد أي دولة حتى لو هي متقدمة أدام في حرب هيبقى اقتصادها هيتضرر بشكل كبير جدا بالتأكيد. ده كله مش فارق مع نتنياهو ولا الإدارة. هقول لحضرتك، هو فارق معاه الهدف اللي هو عايزه. اللي سيادتك ده قلتيه حصل منذ بداية الحرب حتى الآن، في أكتر من 400 ألف مواطن إسرائيلي خرجوا برا البلد. النقطة الثانية اللي سيادتك أشرت إليها اقتصاديا، تصنيف إسرائيل انخفض أول أمس مع الضربة الإيرانية. طبعا التخفيض يعني حصل عملية تخفيض ائتماني، يعني نزلوا الريت بتاع إسرائيل نتيجة الضربة، لأنها منطقة غير مستقرة، ويعني في يعني مستقبل فيه حروب، فما فيش ثبات للاقتصاد الإسرائيلي. طيب السؤال بقى، هو نتنياهو جايب الفلوس منين؟ أولا لازم المواطن يبقى فاهم أن إسرائيل كإسرائيل طبقا للنظام الاساسي للحكومه والدوله عندهم هناك، وما عندهمش دستور حتى الان، وما عندهم مجموعه من القوانين الاساسيه اللي هي بتسير عمل الدوله، وبقى اي قانون اساسي لابد ان يمر بثلاثه قراءات قبل العرض على المحكمه العليا. تمام. طيب دوله اسرائيل حضرتك، انا بسميها كده انها حكومه اسرائيل، هي الحكومه اكبر حكومه مستبده في العالم على شعبها، على شعبها. ايوه استبداد كامل، بدليل المظاهرات اللي في الشوارع دلوقتي اللي بتنادي بحاجات ولا هم شايفينهم ولا مش شايفينهم. لا هم بيستخدموهم، ادوات بالزبط. موجوده، انتوا محتاجينكم تبقوا موجودين عشان احنا هنا عشان نتشتت واحنا نبعد عن الهدف الاساسي. على سبيل المثال، اولا لا احد يملك ارض في اسرائيل، الدوله هي من تملك الارض، اي حد عايز ياخد اي حاجه يا استاذه اميره حق انتفاع. النقطه الثانيه، لانه هيمشي كده شويه بالظبط ان شاء الله. لا هو بالنسبه له هو ماشي بالظبط، يعني ده يعني ده في رؤية كتيرة في الحاجات دي. رؤيتك ايه بقى؟ الزوال امتى؟ زوال هذا الكيان؟ مش لانه في ناس كتير توقعت ان زواله قريب. لا مش قريب، يعني شوية لحد يعني ستينيات هذا القرن، يعني في تقدير يعني 64 65 66 كده. لكن هو هيبقوا مشوا، هو مش هيمشوا بحرب. هيمشوا بايه؟ هم هيمشوا نتيجة رفض المنطقة دي. الأجيال اللي جاية مش هتتمنى تعيش في الدوشة دي، لأن هم ليبرال وليبرال جدا. أيوه. حتى اليهود المتدينين ليبرال، ما هماش الجيتو بتاع زمان، منفتحين أكثر على العالم، أو الدين مش فارق معهم أوي. لا الدين مش حكاية مش فارق، أصل هو في عندهم جزئين، في الدين مش فارق ده كتير، ده بقى كتير، وفي حملة الشريعة، ده موضوع تاني. فحملة الشريعة في شريعتهم لا يؤمنوا بوجودهم في أرض إسرائيل، لأن تجمعهم في أرض إسرائيل يمثل الفناء. أيوه. فطالما أنهم يدوروا حول العالم لنشر للحفاظ على الشريعة، هم يسمون نفسهم أبناء الرب أو أبناء الله، المختارين. المختارين. أيوه. فالوضع بتاع إسرائيل، الوضع الحالي زي ما أنا قلت لسيادتك، مجموعة الحروب تشكل، مجموعة المعارك تشكل حرب، ومجموعة الحروب تشكل استراتيجية. إسرائيل اليوم منتصرة من وجهة نظرهم، معهم القوة مفرداتها، لكن مع الوقت ستنهزم إسرائيل استراتيجيا. مع الوقت، مع فتح هذه الجبهات، ستنهزم إسرائيل استراتيجيا مهما بلغت من قوة وعلم، لأن هناك حرب ما بين جزئين، جزء تكنولوجي، الشعوب العربية والمحيط بيسعى للحاق بيها، لكن إسرائيل ما عندهاش الأيديولوجية العامة بتاعة الحفاظ على المقدسات واستعادة الأرض. ده موضوع خطير جدا. الحاجة التانية، المد البشري والإنساني لإسرائيل قصير، قليل، منقطع، لكن المد العربي والإسلامي والمسيحي حوالين دولة إسرائيل أيوة كبير طبعًا. ومتزايد طبعًا. ومتزايد طبعًا. الأمريكان مش هيسيبوا أمريكا في يوم من الأيام عشان يقعدوا يحاربوا عشان إسرائيل. حتى نجم هيجوا المرحلة وهتنتهي. عشان كده حضرتك بتتكلم على نتنياهو. نتنياهو قدامه سكتين، ضعف الإدارة الأمريكية وثراء الدولة، ثراء الحكومة وليس الشعب. الشعب الإسرائيلي مش غني، الشعب الإسرائيلي فقير، بيدفع حتى ضريبة السكن، الأرنونة، بيدفع كل حاجة، مفيش حاجة بيدفعهاش، ولكن هو بياخد خدمات في المقابل،
لكن هو ارصدته في البنك ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. عشان كده الحكومه كحكومه هل في وقت من الاوقات غنيه جدا ايوه فقادر يصرف